اليوم كنقوموا بهذه الوقفه تنديدا للظلم والجير اللي وصلنا من الوزير الصحه هاد الاطباء اليوم اللي الوزير تينتقم منهم لانهم يونا من الخدمه في القطاع العام في, في, في يعني قله الموارد قله التجهيزات قررنا اننا نستقلوا من, من القطاع وقدمنا استقاله الوزير التي كانت يعني التي رفضها في الاول والتجأنا للقضاء القضاء الحمد لله انصفنا وعطانا الاحكام باننا باش نستقلوا فبإذا بنا بان الوزير الوزير كي قد يطبق علينا القانون باثر رجعي يعني في الوقت الذي التزام لسنين مع الوزاره انه من بعد يعني اننا التزمنا مع الوزاره اننا نخدموا في القطاع العام مده ثمان سنوات وفي حاله نقد هذا الالتزام تتم يعني تأدية المبالغ اللي بقات من سنوات يعني على حسب سنوات اللي أديتي الأثر القانوني لهذه الأحكام أنك كتأدي المبالغ اللي بقات لك في الكونت ديالك في حين كان بأن الوزير كفي يعني في شطط السلطة وفي خرق القانون وفي تلاعب على القوانين كيقوم كي أنه كيطبق كي علينا مرسوم بقانون رجعي يعني تنافيا مع مبدأ دستوري اللي هو عدم رجعية القوانين فإذا لقينا راسنا يعني مطالبين بأداء مبالغ خيالية كتراوح ما بين 60 حتى 140 مليون يعني 140 مليون وفي الوقت اللي الهيئة اللي مفروض فيها الهيئة الأطباء اللي مفروض فيها أنها ت يعني تناصرنا او لا يعني تماصرنا في هذا يعني يعني احنا طلع طلبنا من الهيئه أنها هات ان هذا يعني التسجيل بان بور يعني ديال المهنه الهيئه رفضات رفضات انها تسجلنا في القطاع وفي هذا الوقت لقينا راسنا ما بين متر يعني بين بين نارين كما كيقولوا ما إحنا في القطاع الخاص ما إحنا في القطاع العام مطالبين باداء مبالغ خياليه هذه المبالغ كما قلت لك اللي كتراوح ما بين 60 و 140 مليون واننا ولينا يعني مهددين من بالاكراه المدني يعني والسبب بكل بساطه اننا استقلنا يعني ما درناش ما درناش شي حاجه مخالفه للقانون دونك في هذا الوقيته بقينا لقينا راسنا دونك من مشينا القضاء رحنا تابعين السيد الوزير في القضاء ولحد الان رحنا في حاله عطاله مع كل ما يترتب عن ذلك من تاديه الديون يعني الاولاد ديالنا ما لقيناش باش نعيلوهم